تشهد مملكة البحرين تطوراً نوعياً في مجالات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي تحرص الجهات المعنية على تقديمها بأعلى معايير الجودة المعتمدة دولياً ومواكبة التطورات بشكل مستمر. ومن الجوانب التي تحظى بالاهتمام والرعاية بشكل خاص في المملكة تلك التي تعنى بالأطفال والنساء. وفي نشرة سابقة أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلامة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن البحرين أنشأت أول مستشفى للأم والطفل، كما تعتبر المملكة من أوائل الدول التي وفرت اللقاح للفئة العمرية المحددة. طبعا وقت غير مسبوق ونحن نشاهد فيه انتشار الوباء، لأن الطب على افتتاح المؤسسات الصحية مستمر، وابتدى يكون في تخصصات متمثلة في توفير خدمات لرعاية الأمومة والطفولة، وعندنا افتتاح أول مستشفى للأم والطفل في مملكة البحرين، طبعا بالإضافة إلى المراكز الصحية التي تعني بصحة الأم والطفل تحديدا. طبعا أول ما اعتمدت شركة فايزر لقاحها وأثبتت التجارب اللي أجرتها على هاي الفئة العمرية أن هي ناجحة وما فيها ضرر، على طول مملكة البحرين أعطت الموافقة على استخدام اللقاح لهذه الفئة. نحن كما نعلم أن هناك العديد من الدول تحاول توفير اللقاح للبالغين، والحمد لله مملكة البحرين استطاعت ليس فقط للبالغين راح توفر لهذه الفئة العمرية.